تحس بالمواطن والغلاء اللي هو فيه، يعني المواطن اللي هو عامله، فمشكوره جدا. واحب اقول له استمر يا ريس، استمر وكل حاجة. ودي أزمة عالمية، حرب أوكرانيا وروسيا، يعني الأزمة دي عالمية مش عندنا احنا بس. فالحمد لله في أمن وفي أمان، والنفس تمشي براحتها وفي أمن، والحمد لله. يعني ربنا يخلي لنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يخلي لنا مصر، الشعب المصري، وكل عام الشعب المصري بألف خير سلامة في شهر رمضان فضيل بإذن الله. والله المبلغ ده كويس جدا ويسد، لان الانسان لازم يتدبر امره. الواحد ممكن يكون معاه مليون جنيه وبرضه يكون لايس، نفس المصاريف بتزيد ونفس الحكايه. لا، هو التدبير وتوفيق من عند ربنا والبركه، ومش كل حاجه عايزين نشتريها، واحسن موبايل واحسن ما ادري ايه الحاجات دي. شكرا للسيد عبد الفتاح السيسي على هذه الزياده، ولكن كنا نتمنى بس انها تتزحزح شويه، بدل ما تبقى اخر ابريل تبقى اول اخر مارس مثلا، عشان يبقى قبل رمضان ودخل علينا العيد، والناس محتاجه برضو قرشين عشان تقدر تمشي نفسها بيهم. انت مصر يعتبر احنا كنا فين وبقينا فين النهارده؟ انت عندك امن وعندك امان وعندك شرطه في كل خطوه، قاعد مطمن على مراتك وعلى بيتك وعلى عيالك، اختك اللي في المدرسه، خارج وانت مطمئن. الغلاء والاسعار كل ديتي ايام هتبقى غلاء وايام هتبقى كويسه، فيكفي الامن والامان والاستقرار. في دول تانية ما فيش استقرار عندها اصلا، ما فيش امن، ما فيش امان، فاحنا نقول الحمد لله ان في امن واستقرار. طبعا برضه دي حاجه كويسه، ما انا باخد تكافل وكرامه. بتاخد تكافل وكرامه؟ رئيس عبد الفتاح السيسي انا بدعي له من كل قلبي، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويبارك في عمره ويوفقه ويسدد خطاه، وانا بحبه الى ابعد درجه. انا بحب السيسي ولا اقبل غير السيسي، اجمل رئيس واطيب رئيس واصدق رئيس واحن رئيس واشجع رئيس، وكل كلامه وكل قراراته حلوه جدا 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 لكل مصري شريف، لكل مصري شريف.